نخش في البطولة الأفريقية عامة كده. شفت البطولة ازاي يا محمد؟ يعني وأنت بتتفرج كده قيمت البطولة لغاية دلوقتي، احنا خلاص هنخش على دور نصف النهائي، لكن تقييمك العام للبطولة كان عامل ازاي؟ يعني البطولة لو لها عنوان هتكون يعني كانت محبطة للمنتخبات الكبيرة وكاشفة عن المنتخبات الجيدة القادمة في أفريقيا. صحيح. يعني كانت محبطة المنتخبات زي تونس وزي مصر بالتحديد والجزائر اللي فيه خلل إداري ومتابعة في سير المنتخب وعلى السواء الفني أو الإداري أدى للنتيجة دي. نستثني المغرب من الحديث ده لأن المغرب ماشية كويس جدا. صحيح. وفي تطوير وفي تنمية وكل شيء، ولكن هو بضلك يعني ماتش خساره ماتش، لكن تحديدا الجزائر ومصر والمغرب فكانت كاشفه ان خلاص الوضع وصل الى نفق مظلم في هذه المنتخبات الثلاثه. في الجانب الثاني كان في منتخبات كاشفه ان خلاص البوصله بتتغير وفي منتخبات ممكن تكون في الطريق. صحيح المنتخبات الكبيره تراجعها سهل الطريق امامها، وفي عوده المنتخبات الكبيره هيكون في تحدي كبير على المنتخبات دي، زي بنتكلم عن جنوب افريقيا لها تاريخ وكل حاجه، لكن بنتكلم في الفتره الاخيره اقصد يعني، والراس الاخضر والكونغو، او هتكمل او المنتخبات الكبيره لما ترجع الخريطه هتعود لاصلها من تاني. فاعتقد ان هي كانت كاشفه وكانت مخفقه. طيب اخش معاك في ملف الكوره سريعا كده وما اثير الفتره الاخيره بعد طبعا خروجنا من، خلي بالك خروجنا من دور ال 16، المغرب خرجت من دور ال 16، بس الفرق ان احنا فعلا خلال الثلاث مباريات في دور المجموعات ما كناش بالمستوى الجيد، النتائج سيئه جدا، مشاكل على المستوى الاداري و و و رايك ايه في رحيل روي فيتوريا ورؤيتك ايه للفتره اللي جايه؟ شوف يا كابتن، الاخفاق لم يكن وليد الصدفه، النجاح قبل كده كان وليد الصدفه. مع كيروش كان مجهود شخصي وتركيز في الاختيارات وتنميه لاعبين جدد من فرق في منتصف الجدول، فكان انا من وجهه نظري يعني نجاح بالصدفه. صحيح. لكن الفشل المره دي مش بالصدفه، الفشل نتيجه طبيعيه لكل ما يحدث في الاتحاد المصري لكره القدم. من ايام قليله قبل البطوله خرج سيد معوض والكابتن محمد شوقي واتكلموا عن في مجاملات في قطاع المنتخبات اللي تحت. التعاقد مع ريو فيتوريا نفسه كان محل شك. ليه فيتوريا؟ ما عندوش تجارب وطنيه يستند اليها، وما عندوش تجربه مع نادي نقدر نقوي بيها قلبنا ان احنا ندعمه. فليه ريو فيتوريا؟ فالفشل كان طبيعي. رحيله خلاص اتفقنا ان هو مشي. البدائل اعتقد يعني او اتمنى ان هي ما تكونش بنفس سرعه التعاقد مع فيتوريا. يكون في تأني ويكون في مين المناسب لينا، مش لازم افضل حد في المطلق، افضل حد في المطلق ممكن ما يكونش مناسب لطريقه لعبنا ولا للمنافسين اللي احنا بنواجههم. فاعتقد ان التحدي الاكبر في الاختيار مين المناسب لمنتخب مصر في الفتره الجايه. انت طبعا كنت متابع رينارد طبعا الفرنسي بالزبط. المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات والحائز على بطوله افريقيا يمكن مع زامبيا، وعمل شكل كويس قوي، وكوت ديفوار كمان، ومع منتخب السعوديه كمان عمل شكل بأس بيه. ف رأيك انت الشخصي في رينر هارد هو المناسب للفترة القادمة؟ ما بين قوسين ما نعرفش لسه الفترة القادمة مخططة ايه، لكن هو الافضل وجوده في الوقت الحالي في المطلق. مدرب جيد جدا خططيا، يجود التأقلم مع الظروف الصعبة، اجاد في المنطقة الافريقية عندنا واجاد في المنطقة الاسيوية الشبيهة لنا اللي فيها منتخبات عربية كبيرة. فاعتقد فلسفة التعامل مع اللاعب المصري سواء محترف او بيلعب في الدوريات المحلية مش هيكون عنده ازمة فيها. مسألة أنه يدي للنجوم حجمهم واللي مسببة تخوف لدى مسؤول الاتحاد في التعاقد مع بعض الأسماء مش هيكون فيها أزمة. ده حقيقي. مسألة مواجهة الخصوم في المنطقة هنا في المنطقة العربية أو القارة الأفريقية، أعتقد هيبقى عندنا مدرب فاهم بيلعب مين ويقدر يلعب إزاي. بيقدر يختار كويس دايما في السعودية، في كوديفار، في المغرب ما سمعناش عن مشاكل في القوائم. سمعنا أن الاختيارات بتيجي منطقية للتوقعات بناء على الورقه والقلم والدراسات والحسابات. فاعتقد ان هو هيكون اختيار هايل جدا يعني على مستوى الفني كمان، يعني هو اثبت وجوده يعني خططياً جيد جدا كشخصيه، كلنا شفنا يمكن حتى يعني من خلال كاس العالم وبعض المحاضرات التحفيزيه للمنتخب السعودي و و و واضح جدا عنده شخصيه قويه جدا. وخلي بالك الشخصيه مهمه جدا جدا، ما تقوليش ان الشخصيه طبعا، لا الشخصيه مهمه لان انت بتتعامل مع مجموعه من النجوم، بتتعامل مع مجموعه من المحترفين، لو ما عندكش هذه الشخصيه الصارمه هي جزء من النجاح، ومش مش مش النجاح كله طبعا. يعني هو جزء من النجاح، لكن على المستوى الخبرات اكيد هو مميز الاختيارات. يعني انا اتمنى يكون موجود على فكره يعني طبعا يجيد كمان يعني خططيا بيجيد التعامل مع الاوقات المختلفه. في ماتش الارجنتين مطلوب منه يدافع ويعمل تحول هجومي، فلما بيجي في جول فبيعمل العكس وبيلعب ضغط من قدام منطقه الارجنتين،
فيجي خططيا ما عندوش مشكله يلعب بقى دفاع، يلعب هجوم، مش حاصر نفسه في منطقه محدده زي ما شفنا قبل كده كوبر او كيروش او كده.